في واحد الحي شعبي سميتو رياض الزيتون بمدينة مراكش، غوتات سعيدة المنبهي الغوتة ديالها في عام 1952 أول مرة علنات بها على الولادة ديال واحد المرأة اللي ما غاديش تبصم على واحد الحياة عادية. واخا هكا كانت الطفولة ديالها عادية، كتقول عليها امها انها ما لقاتش صعوبة في التربية ديالها، كانت بنت هادئة ومتواضعة مجتهدة، كيعجبها تقرا الكتب وكانوا كيعجبوها الدراري الصغار، لدرجة انها فاش كتكون راجعة للدار كتجيب معها الدراري الصغار ديال الحومة باش تعطيهم شي حاجة ياكلوها، وهما بدورهم كانت عزيزة عليهم ولفوها وكيستناوها في الطريق وكيقدموا لها الورود. في الثانوية ديال ابي العباس السبتي بمراكش غدي سعيدة المنبه في 1971 الباك ديالها باش تسافر مراها العاصمة الرباط باش تكمل قرايتها في الجامعة، وغدي الإجازة في الدراسات الإنجليزية في كلية الآداب بجامعة محمد الخامس. ما غاديش تعطل بزاف وتلتحق بالمركز الجهوي للتربية والتكوين بنفس المدينة، فولات أستاذة بالسلك الأول كتقري اللغة الفرنسية بإعدادية الخوارزمي في الرباط. في هاد الأعوام اللي هضرنا عليهم كانت سعيدة المنبهي ناشطة في صفوف الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في وقت الجامعة، ومن بعد التحقت بالاتحاد المغربي للشغل باش يستقر بها الشغف النضالي في الخرب منظمة إلى الأمام. الأسرة ديال المنبهي ما قدمتش غير واحد المناضل فقط، فسعيدة هي أخت عبد العزيز المنبهي اللي كان رئيس الاتحاد الوطني لطلبة المغرب مور المؤتمر ديال عام 1972. النضال السري في منظمة إلى الأمام بدا أغلب النشطاء ديالها المعتقل السري درب مولاي الشريف في كازا، سعيدة المنبهي كانت واحدة منهم مع ثلاثة ديال المناضلات في المنظمة. تخطاطفوا نهار 16 يناير 1976 وداوهم لدرب مولاي الشريف، بقاو تما 3 شهور حسب بعض الشهادات. تعرضوا هنا لأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي وانتقلوا مراها للسجن المدني بالدار البيضاء. تحكم على سعيدة المنبهي بخمس سنين نافذة بالتهمة ديال أنها كتمارس نشاط معادي للدولة، وزادوها عامين بتهمة الإساءة للقضاء الجالس. كتعاود الأم ديال سعيدة على الفترة ديال الحبس ديالها، فقالت ملي كنت كنمشي عندها للحبس كانت كتردد رغم كل الحواجز المفروضة أنها كتدوز الحبس في سبيل العيش الكريم، والمعنويات ديالها ديما مرتفعة وأنها ما خايفاش من القمع. أمور واحد المجموعة ديال المعارك النضالية خرجت منها سالمة، دخلت سعيدة المنبهي مع الرفاق ديالها في إضراب غير محدود عن الطعام في 8 نوفمبر 1977 باش يعترفوا بهم كمعتقلين سياسيين ويحسنوا من الظروف ديالهم في الحبس ويفكوا العزلة عليهم. هاد الإضراب صمد فيه الجسد ديال سعيدة المنبهي لمدة 34 يوم ومراها مبقاش قد يتحمل، فنقلوها لسبيطار بن رشد في كازا في 11 دجنبر 1977. كان هاد النهار كيتزامن مع العيد الكبير، وبسبب الإهمال غتفارق الحياة ديالها وهي في عمر الزهور في سن ما فايتش 25 عام. كيقول الأديب المغربي عبد اللطيف اللعبي على التجربة ديال سعيدة المنبهي في كتابة الشعر أن سعيدة بدات كتكتب الشعر بظفارها على الحيط ديال الزنزانة، كانت كتكتب بلا ما تنقح حيت هي ما كانتش كتفكر في أضواء الشهرة ولا في المخبرين وجواسيس اللغة. كتابة الشعر بالنسبة لسعيدة المنبهي ما كانش فعل تفريغي، وإنما تجاوز هذا الحد بزاف، فهو في عينها تأريخ للمرحلة. الفترة ديال الحبس اللي دوزاتها سعيدة ما نساتهاش في قضايا الشعب، وإنما دخلت في علاقات مع سجينات استطاعت من خلال استجوابهم أنها تكتب مجموعة ديال المقالات كتعالج فيها مواضيع إنسانية واجتماعية، بحال المقال ديالها المشهور حول العاهرات بالمغرب واللي اتطرقت فيه الشهادات ديال سجينات على الوضع ديالهم المأساوي كبائعات للجنس. كتشوف الباحثة في العلوم السياسية هند عروب أن القصائد ديال سعيدة كيحضر فيها الحب واحد الشكل ملفت، فبيه قومات وصمدات حتى رحلات. الحب ديالها لعائلتها فرد فرد كان متفجر في الرسائل ديالها. أما عن الرسائل ديال سعيدة لعائلتها، كتقول عروب ما نقدوش نكرو دور العائلة في مد جسور الرسالة، الشي اللي كيصبر المعتقلين وكيرفع لهم من المعنويات. كانت سعيدة كتهضر مع أخوتها على كيفاش يربي أولادهم ويتعاملوا معهم، على الذكريات ديالها مع أخوتها ووالديها، على الأحوال ديالها في الحبس، والجميل في الرسائل ديالها أنها هي اللي كانت كتطمئنهم عليها. كل ما جت ذكرى رحيل سعيدة المنبهي
كيبقى الاسم ديالها كيتردد في اذان وقلوب وعلى لسان الرفاق ديالها اللي ما نساوهاش. كيفاش ينساوها وهي اللي قالت قبل الرحيل ديالها تذكروني بفرح، فانا وان كان جسدي بين القضبان الموحشة فان روحي العاتية مخترقة لاسوار السجن العالية وبواباته الموصدة واصفاده وصياط الجلادين الذين اهدوني الى الموت.